يعطيكم العافية. حنبلش إن شاء الله اليوم بالبايوكيمستري بالكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي تعتبر نوع من أنواع المواد أو البايو موليكيولز اللي استخداماتها واسعة وشائعة جدا، وتكاد تقريبا يعني ما لا يخلو أي طعام من وجود الكربوهيدرات. لما عم بحكي عن الكربوهيدرات أنا بكون عم بحكي عن الرز، عن النشا، عن البطاطا، عن الخبز، عن المعكرونة، اللي هو يحتوي على كميات عالية من السكر، لأنه الكربوهيدرات هو بوليمر ويحتوي على مونيمر. المونيمر الرئيسي اللي موجود بالكربوهيدرات هو عبارة عن الشكر. فالكربوهيدرات تعتبر most abundant class of organic compound، هي أهم مادة من المواد الكيميائية وأهم مادة من المواد البايوكيميكال موليكيول، اللي وجودها ضروري جدا لكل عملية التعايش وكل عملية الميتابوليزم في الخلايا الحية. الكربوهيدرات هي تعتبر المادة اللي يتم إنتاجها من المملكة النباتية، أو يتم إنتاجها من الخلايا النباتية عن طريق عملية يطلق عليها اسم عملية البناء الضوئي أو عملية الفوتوسينثيسيس. فعملية الفوتوسينثيسيس أو البناء الضوئي هي عملية إنتاج الكربوهيدرات وعملية إنتاج أو تخزين الكربوهيدرات فيها. في المملكة النباتية النبات يحصل على CO2 من الغاز من البيئة المحيطة اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وبيحصل على كمية من المي اللي هي من التربة، بالإضافة للإنرجي. هاي الإنرجي هي عبارة عن أشعة الشمس وعبارة عن الطاقة المرافقة للإشعاع الشمسي. نتيجة تفاعلات الفوتوسينثيسيز يؤدي إلى إنتاج CnH2nO/N اللي هي عبارة عن مادة، أبسط مثال عليها اللي هي مادة الجلوكوز، وأيضا يؤدي إلى إطلاق غاز الأكسجين للبيئة المحيطة. الكربوهيدرات هي تعتبر بولي هيدروكسي ألديهايد أو كيتون. بداية كلمة بولي هي معناته متعدد، بولي هيدروكسي يعني هو متعدد، وهو عبارة عن جزيء متعدد الهيدروكسي متعدد الأو إتش. برضو كمان المجموعة الوظيفية ممكن تكون عبارة عن ألديهايد، وممكن المجموعة الوظيفية تكون عبارة عن كيتون. فالكربوهيدرات هي بالأساس يا إما ألديهايد أو كيتون، وتحتوي على أو إتش بشكل متكرر بشكل متعدد. الكربوهيدرات هي عبارة عن أورجانيك كومباوند تحتوي على ذرة الكربون، تحتوي على ذرة الهيدروجين، وتحتوي أيضا على ذرة الأكسجين. فإذا الثلاث ذرات اللي بتشكل جزيئات الكربوهيدرات والسكر هي عبارة عن الكربون، وعبارة عن الهيدروجين، وعبارة عن الأكسجين. بعض أنواع الكربوهيدرات ممكن إنه يكون يحتوي على ذرات إضافية زي النيتروجين، وبعضها الآخر ذرات إضافية زي الفوسفورس الفوسفيد، وبعضها الآخر ممكن تحتوي على ذرة الكبريت اللي هي السلفر. المولكيولار فورميلا، الصيغة العامة لأبسط كربوهيدرات موجود هي CnH2nO(n)، وير N هي عبارة عن عدد ذرات الكربون اللي بتشكل هاي السلسلة. بمعنى لو كان عدد ذرات الكربون اللي بتشكل هذا الكربوهيدرات 4، فإن الصيغة البسيطة أو الصيغة الأولية لهذا الكربوهيدرات هي C4H8O4. إذا كان مثلا، كمان مثال، إذا كان عدد ذرات الكربون اللي مشكلة لهاي السلسلة هي 6، فالصيغة الكيميائية لهذا السكر هي عبارة عن C6H12O6. كلمة ساكرايد هي عبارة عن كلمة it is derived from Greek word saccharin، هي عبارة عن كلمة مشتقة من كلمة يونانية. الكلمة اليونانية هي ساكرن، ومعنى هاي الكلمة sugar. فمعنى كلمة ساكرايد بمختصر العبارة هي عبارة عن سكر. Most carbohydrate، معظم المواد الكربوهيدرات they are having أو they end with the suffix OSE. وين ما نوجد مقطع OSE في آخر الكلمة فإن هذا الاسم يدل على اسم سكر. يعني مقطع ال OSE هو يدل على اسم السكر، بمعنى جلوكوز هو سكر، جالاكتوز سكر، منوز، فركتوز، ريبيولوز. كل الأسماء أو كل المقاطع التي تنتهي بسفكس بمقطع بنهاية الكلمة بـ OSE هي تدل على اسم السكر.
إيش هي أهمية الكربوهيدرات في الحياة؟ بداية، الكربوهيدرات هي تعتبر المصدر الرئيسي للحصول على الطاقة بالجسم، فهي الكربوهيدرات provide a major source of energy، تعطي مصدر الطاقة الرئيسي ومصدر الطاقة للقيام بالواجبات الحيوية اليومية. 2، it serves also as a stored form of energy as glycogen in liver and muscle. يتم تخزين السكريات الفائضة عن حاجة الجسم على شكل جلايكوجين في الخلايا الحيوانية، يعني في خلايا جسم الإنسان، لأنها هي أصلاً خلايا حيوانية. في خلايا جسم الإنسان الكمية الفائضة من السكريات تخزن على شكل جلايكوجين، وأهم مكان تخزن فيه هاي الجلايكوجين هي خلايا الكبد وخلايا العضلات الهيكلية. النقطة الثالثة إنه أهمية الكربوهيدرات تكمن بالبريك داون أوف فاتي أسيد أند بريفنت كيتوسيس، بأنه هي تمنع عملية الكيتوسيس وتمنع تكوين أي مواد كيتوبدي. النقطة الرابعة إنها الكربوهيدرات هي مسؤولة عن البيولوجيكال ريكوجنيشن بروسيس في حالات الإميونوجلوبيولين، هي مسؤولة عن عملية التمايز، بتميز يعني بتساعد بعملية الريكوجنيشن، تمايز كل الإميونوجلوبيولين، يعني أنا بتساعد جهاز المناعة بالتمايز أو بالتمييز ما بين خلايا الجسم وما بين خلايا الانفيدر اللي فايتة على الجسم. الكربوهيدرات تعتبر عبارة عن مادة flavor and sweeteners، هي عبارة عن محليات، عبارة عن مواد محلية. وأيضا الكربوهيدرات تعتبر مواد تحتوي على فايبر، تحتوي على ألياف، مثال عليها السليولوز اللي موجود بالخبز الانخالة مثلا، هو عبارة عن فايبر. النقطة السابعة إنه الكربوهيدرات هي derivative أو مثلا derivative of cellulose such as cellulose nitrate، هي تعتبر عبارة عن مواد explosive وعبارة عن مواد إلها قابلية للاشتعال والاحتراق، بينما cellulose acetate أيضا مثلا هي تستخدم مادة بالphotographic film and packaging material، تستخدم مثلا أحد مشتقات السليولوز اللي هي زي السليولوز أسيتيت، تستخدم في الفوتوغرافيك فيلم في التصوير الفوتوغرافي، وتستخدم في عمليات التغليف، تصنيع الكراتين وما إلى ذلك. النقطة الثامنة لها دور في عملية regulation of various metabolic process in the body as it's the key molecule in all central metabolic pathway of the body، هي المسؤولة عن عملية الميتابوليزم، وهي اللي مسؤولة عن عملية الأيض والتحكم بعملية الأيض في الجسم، سواء كانت عملية الأيض هي عملية أنابوليزم أو كاتابوليزم. النقطة التاسعة إنه تعتبر الكربوهيدرات important component لكل النيوكليك أسيد، تعتبر مكون رئيسي ومكون مهم لكل الأحماض النووية، زي مثلاً السكر الريبوزي الخماسي اللي يطلق عليه اسم البنتوز، مثال عليه الريبوز والدي أوكسي ريبوز، لأنه إحنا في عنا دي أن اي والآر أن اي، الدي أن اي هو اختصار لدي أوكسي ريبوز شجر، أو اللي هي دي أوكسي ريبوز نيوكليك أسيد أو نيوكليوتايد، فهي عبارة عن تحتوي على شكر، تحتوي على سكر دي أوكسي ريبوز، سكر خماسي منزوع منه الأو إتش. النقطة العاشرة إنه الكربوهيدرات function as a physiological anticoagulant material، إلها دخل أو إلها دور في عملية الانتيكواجوليشن، عملية المحافظة على لزوجة وميوعة الدم. نقطة 11 إنها تعتبر الكربوهيدرات على شكل storage form of food، يتم تخزينها على starch، يتم تخزين الكمية الفائضة من السكر اللي تم إنتاجها في المملكة النباتية، يتم تخزينها على شكل نشا، على شكل ستارج. بعيد كمان مرة، السكر الزيادة في المملكة الحيوانية يتم تخزينه على شكل جلايكوجين في خلايا الليفر وفي خلايا السكليت المسل. أما السكر الفائض الزيادة اللي يتم إنتاجه في المملكة النباتية فإنه يتم تخزينه على شكل ستارج. Many glycoside implants are important drugs such as glycoside for digitalis which it is used for treatment of heart disease. أنواع مختلفة من الجلايكوسايد، أنواع مختلفة من المركبات السكرية الدوائية الموجودة ببعض أنواع النباتات، أحد أشهر الأمثلة عليها هو عبارة عن الديجيتاليس والديجيتوكسين مثلا، هاي المواد هي تعتبر بمثابة أدوية، وهاي الأدوية يطلق عليها مصطلح كارديوتونيك،
أدوية تؤثر على معدل ضربات أو تنظم، مسؤولة عن تنظيم معدل ضربات القلب. برضو كمان they combine with the protein في الأريثروسايت to form ABORH which will help في عملية الدفرنشيشن للبلد جروب. وجود الكربوهيدرات أو السكريات هي مسؤولة عن تحديد فصائل الدم، بمعنى عشان نميز فصائل الدم، فصيل الدم A، فصيل الدم O، فصيل الدم AB، فصيل الدم O، هي تختلف عن بعضها عن طريق ارتباط السكريات مع البروتينات، فبصير في عندي أربع فصائل للدم، فهي مسؤولة عن differentiation of different blood group، مسؤولة عن تمييز فصائل الدم أو تمييز أنواع فصائل الدم. What are the carbohydrates؟ وين ممكن نلاقي الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات موجودة بكل أنواع أو موجودة بكل المواد تقريبا اللي تكاد يعني موجودة على الطاولة بشكل يومي، بمعنى موجودة بالبريد، بالخبز، بالباستاز، بالمعكرونة، بالكاندي، بالسوس وبالحلويات، موجودة بالصودا، موجودة بالواين، موجودة بالبير، موجودة بالفروت، بالفواكه، بمعنى موجودة بكل ما يحيط حوالينا من مواد مغذية، فهي تكاد يعني يومنا لا يخلو نهائيا من وجود الكربوهيدرات فيه، لا من السكر ولا من النشا ولا من البطاطا ولا من الخبز ولا من المعكرونة ولا من أي شيء من هاي المواد. إذا بدي أجي أقسم الكربوهيدرات، الكربوهيدرات are classified لمجموعات مختلفة. النوع الأول يطلق عليه اسم سكريات أحادية اللي هي عبارة عن المونوساكرايد. كلمة مونو يعني واحد، كلمة مونو يعني واحد يعني أحادي. فأول نوع هي عبارة عن السكريات الأحادية، هي عبارة عن المونوساكرايد. هاي المونوساكرايد، هذه المونوساكرايد هي عبارة عن أبسط أنواع سكريات موجودة في موجودة أو يمكن التعرف عليها ويمكن الاستفادة منها. هذه الأبسط نوع من السكريات بما إنها أبسط نوع it cannot be hydrolyzed toward simpler unit، بمعنى لا يمكن تحطيمها ولا يمكن تفتيتها لا جزيئات سكريات أبسط، لأنها هي تعتبر عبارة عن الشكل الأولي والشكل البسيط لأنواع السكريات جميعها. فالمونوساكرايد هي تعتبر simplest type من السكر، أبسط نوع من أنواع السكريات، and it cannot be hydrolyzed، لا يمكن تحطيمها لأبسط من هيك، لأنه إذا تم تحطيم هذا النوع من السكريات رايح يتكسر السكر ويرجع للعناصر المكونة الرئيسية المكونة له. هدول المونوسكرايد عندي أنواع مختلفة منهم، either ممكن يكونوا عبارة عن بولي هيدروكسي ألديهايد، عبارة عن سكريات المجموعة الرئيسية والمجموعة الوظيفية فيها هي عبارة عن ألديهايد زي مثلا الجلوكوز، أو ممكن تكون عبارة عن بولي هيدروكسي كيتون، عبارة عن كيتون وهذا الكيتون المجموعة الرئيسية أو المجموعة الوظيفية فيه هي عبارة عن الكيتون، أو هي عبارة عن كيتون فانكشنال جروب، وهذه الكيتون بتكون تحمل several OH بار، تحمل أكثر من مجموعة من الـ OH. أحد أشهر الأمثلة على الكيتون هو عبارة عن الفركتوز. النوع الثاني من السكريات يطلق عليه اسم أوليغوساكرايد. الأوليغوساكرايد، كلمة أوليغو هي مصطلح معناته متعدد، أوليغو هي متعدد أو معنى كلمة فيو، هي عبارة عن السكريات التي تحتوي من 2 إلى 10 يونت من المونوساكرايد. They are linked together by glycosidic bond. هي عبارة عن المركبات السكرية اللي بتحتوي من أكثر من 2 إلى 10 وحدات سكرية. طبعاً حتى ترتبط الوحدات السكرية مع بعضها لازم يكون في نوع من أنواع الروابط تجمع ما بين هاي السكريات. That's why الأنواع اللي بتجمع أو نوع الرابطة اللي بتجمع ما بين أنواع الروابط أو ما بين السكريات هي عبارة عن glycosidic bond، رابطة سكرية. ويعتبر المالتوز هو عبارة عن مثال على نوع من أنواع الأوليغوساكرايد. النوع الثاني كلمة polysaccharide. poly يعني متعدد، يعني أكثر من 10. فpolysaccharide هو عبارة عن جزيء يحتوي على أنواع متعددة من أو وحدات متعددة عفواً من السكريات.
فالبوليساكرايد هي عبارة عن كربوهيدرات تحتوي على 10 وحدات من المونوس، أكثر من 10 وحدات من المونوساكرايد، جميعها مرتبطة مع بعضها بجلايكوسيديك بوند، ويطلق عليها مصطلح بوليمر. أحد الأمثلة على البوليساكرايد هو مركب السليولوز، الستارج، والجلايكوجين. السليولوز طبعا اللي هو سكر الخشب، الستارج اللي هي النشا، والجلايكوجين هي عبارة عن الشكل اللي يخزن فيه السكر اللي موجود بالخلايا الحيوانية. Discussion of all carbohydrate will focus on monosaccharide. بدنا نركز هلأ على المونوساكرايد لأنها تعتبر هي المين structural unit لكل الكربوهيدرات، لأنه إذا أنا عرفت المونوساكرايد، لأنه من المونوساكرايد بقدر أشكل دايساكرايد، وبقدر أشكل أوليغوساكرايد، وبقدر أشكل بوليساكرايد. فمن الوحدة الواحدة، أنا إذا فهمت خصائص الوحدة الواحدة اللي هي أبسط وحدة بتشكل المادة، أنا بقدر أفهم خصائص الماكروموليكيول، أو بقدر أفهم خصائص البوليمر اللي بيشكل هاي المادة. يعطيكم العافية.